يعتبر السوق بيغ باد وولف لبيع الكتب أكبر سوق في العالم لبيع الكتب بأسعار مخفضة، حيث يقدم كتبا من مختلف صنوف المعرفة والأدب بخصومات تصل إلى 90% بهدف تشجيع أفراد المجتمع من جميع الأعمار على اكتشاف جماليات القراءة وشراء عناوينهم المفضلة بأسعار مناسبة. بالنسبة للمهرجان هذا والمعرض هذا يعتبر أحد الروافد والنشاطات الثقافية، وتواجدنا اليوم مع القراء مع الكتاب نحاول نثري مكتبتنا بمزيد من الكتب بأسعار مناسبة جدا وفرصة للالتقاء بالآخرين. والمفروض علينا نحن أي عمل أو نشاط ثقافي لابد نحن ندعمه، واليوم حضوري هو دعم ومشاركة وللاستفادة. ولم تكن 16 ساعة المخصصة للمعرض كافية، ونظراً للإقبال الشديد ظل المعرض مفتوحاً ل24 ساعة، ما يجعله الحدث الأول في المنطقة الذي يستمر على مدار الساعة في مرحلة ما بعد الجائحة. لازم يضل في هيك شيء، يا ريت ببلادنا بيعملوا هيك قصص أكثر يعني. This is a very good point بهيدا البلد، أنه يضل في هيك قصص من فترة لفترة. It's good. يحمل المعرض منذ تأسيسه رؤية تتمثل بجعل الكتب في متناول الجميع من خلال إتاحتها وجعلها ميسورة الكلفة، وبهذا استطاع أن ينشر ثقافة القراءة في أكثر من 13 دولة. بيغ باد وولف أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم بالتعاون مع دبي للثقافة، يفتح أبوابه على مدار الساعة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي.